مني الزهرة دي، ريحتها جميلة قوي. شكرا لك. كنت غاضبا لأن صديقي تأخر، لكني الآن أود ألا يأتي. قريت إيه الرسيل؟ القليل المكتوب على طريقة بريل، وأعتبر نفسي محظوظا عندما أسمعه. عندك حد بيقرأ لك؟ واحدة بالأجر، القراءة بالنسبة لها مأمورية، فهي تقرأ كالآلة. أنا مستعدة كل يوم أقرأ معك ساعة أو ساعتين في الأدب والشعر. لا أصدق. أنا بتكلم جد، قراءة الأدب والشعر بالنسبة لي من أحب الأشياء دي. سأظل مدينا لراسينا طول حياتي. تحب تبتدي بكرة؟ 18 مايو سأعتبره يوما من أجمل أيام حياتي. أحس كأن أجراس التفاؤل تلف في قلبي وتملأ سمعي. جاهز يا دكتور طه؟ البس الكرافتة دي كمان معصلجة معاك؟ لا. قول يا أستاذ لطيف، متسقة مع لون البدلة؟ ليه؟ انت من امتى بتهتم بالحاجات دي؟ انت عندك رانديفو وروحتش بعيد. يا ساهي، اوعى تكون عملت انت راخر زي سلطان وخطفت البنت بتاعتي. موعد مش من النوع اللي بتناطح فيه انت سلطان. لقاء شريف عفيف. نعم يا اخويا. ايه شوية شرح على أغنية من فضلك يا شيخ طه؟ الذي تعجلت الموعد. انا جبت معايا صديق للطرفين. عسير. نبتدي نقرا فنجان شاي اول؟ نقرا الاول وبعدين نشرب الشاي عشان نكسب وقت. هترجع دروسك امتى؟ الكتب اللي بنقراها سوا مفيدة، ولا نسيت اني طالبة في كلية الاداب. مجاملة لطيفة منك. مش مجاملة ولا مجرد قراءة، انت بتفتح موضوعات للمناقشة بتخليني انسى نفسي. الوقت بيمر بسرعة، انا ساعات كتير بصحى بالليل افكر في ارائك. كنت معتقدا أني إنسان سيء الحظ كتب عليه الشقاء، إلى أن تقابلنا وعرفت أن الحظ كان يخبئ لي أسعد مفاجأة في حياتي. لولاك ما تقدمت في الفرنسية ولا اللاتينية في هذه الفترة الوجيزة
كنت هتوصل واحد تقدم المهير. انا فكرتي عنك انك لما بيكون لك هدف بتوصل له بعناد وتصميم. ليست كل الاهداف سهله المنال وميسوره التحقيق. لي هدف حين افكر فيه يتولاني الياس. لصانص الادب طبعا. انا تنبأ لك بانك حتكون اول طالب مصري يحصل على لصانص الاداب من السوربون. لصانص الاداب هدف قريب. انا افكر في النجوم. اخبار زي الزفت يا دكتور طه. بونسوار يا مطمزيل. اخي بشر ولا تنفر. خير حصل ايه؟ حاضر يا سيدي حابشر. ابشر يا دكتور طه، هنرجع مصر فورا. هنرجع مصر ليه؟ هنرجع مصر ليه؟ هنرجع مصر عشان الجامعه فلست ومش قادره تصرف علينا، وبعت تعليمات مشدده ان احنا نشد الرحال لمصر. يا طريق بلا بداية ولا نهاية، وش بعدها يا دنيا لوايا؟ امتى تحني عليا وتروحي؟ وامتى يا دنيا منتهى التعسف. انا ارفض العودة. نعم ترفض؟ ونصرف منين؟ ولا عايزنا نقعد نلف في شوارع مونبليه ونقول الحمد لرب المقتدر؟ طه عنده حق، مش لازم تسكتوا، لازم تحتاجوا، ده مستقبلكم، لازم تحتاجوا. انا هكتب لكل المسؤولين في مصر، للصحافة ولطف السيد وللسلطان نفسه. الخديوي اللي استقبلنا ورحب بينا وشجعنا قبل ما نسافر اتشال. نشتكي للسلطان حسين كامل، ولا اظنه يتخلى عنا وهو في مستهل عصره. وعلوي، علوي الباشا اللي انت طاير به السما، ازاي قبل القرار ده؟ دي صدمه قاسيه جدا للدكتور طه. اسمع ابني، اكتب جواب للشيخ احمد اخو الدكتور طه، قول له ان انا مستعد اني اتكفل من جيب الخاص بنص مصاريف البعثة، على ان يتكفل باقي الاسرة بالستة جنيه اللي فاضلين. اكتب الجواب ده وهم هتقولي علشان امضيه لك. حاضر يا فندم. والله دي روح عظيمة من علوي باشا، يضحي بستة جنيه من جيبه الخاص. والله اللي يعمل جميل يتمه. علوي باشا مش هيغلب انه يلاقي طريقة. ده كلام يا شيخ احمد، بقى علوي باشا اللي عمره ما اشتهر بالكرم يضحي بستة جنيه كل شهر من جيبه لطه، وانت تحط ايدك في المية الباردة. انا مهيتي على جدي والعيلة اخر تعب وما نقدرش نساعد. طيب على الاقل نكتب لهم في البلد، يمكن يقدروا يعملوا حاجه. قوم يا رجيه، قومي نامي والصباح رباح. قلبي وكلني على طه يا شيخ حسين. بكره الصبح هبعت فلوس للشيخ احمد يشيعها له، وهو كل ما ربنا يقدرنا نبعت له قرشين يساعدوه في غربته. ربنا يردك سالم غانم يا طه يا ابن قلبي وجوارحي. الجواب ده تديه للشيخ احمد، والقرشين دول تخليه يبعتهم للدكتور طه بمعرفته. من عينيا يا شيخ حسين، ولو ان عندي كلمتين عايز اقولهم لك. قول يا ابو شرفان.
هو الشيخ طه مش خلاص بقى دكتور والحمد لله؟ الحمد لله اخذ الدكتوراه من مصر وباذن الله هياخدها من فرنسا كمان. امال ايه لزوم الفلوس كل ساعه والتانيه؟ ما تخليهم في جيبك ينفعوك. يعني احشهم عن طه؟ والله يا شيخ انت مقطع روحك عليهم لحد ما كبروا ونفعوا. ده الفلوس اللي صرفتها عليهم كانوا اشتروا لك حزبه. الحمد لله يا بشرى فندي، انا عندي بدل العزبه 7 عزب ملك. 7 عزب؟ امال ايه، كل ولد من اولادي بعزبه. اما طه بقى يوزن عندي 1000 فدان. اخباره غير طيبه يا سوزان، فشلت كل محاولاتي، وصلت الاغراف من الجامعه بضروره العوده فورا. خساره يا طه، خساره انك ما تكملش. امالي كانت كبيره، لقاءاتنا وقراءاتنا معا اصبحت جزءا من حياتي اليوميه. حياتي في مصر ستكون بلا طعم ولا معنى. لا يا طه، حتى وانت في مصر هنتقابل، هكتب لك وتكتب لي. هذا وعد. انت عندك شك في كده؟ لا يا سوزان، صوتك سيظل معي، سيظل في أذني يؤنس وحدتي، سيظل أجمل وأحب نغم في حياتي. أرجو أنك تسمعه دايما بيقول لك تعال تعال فرنسا تاني. سيظل أعز أمنية كي آتي، أرجع وأسترد الوردة التي عودتيني أن تهديها إلي. حتى وانت في مصر هنبدا نتقابل، هكتب لك وتكتب لي. صوتك معايا وعطرك بيسري في دماغي. يا اخت روحي يا ضي هوايا وسمايا، يا صوت بيفرش طريق حنان ونور وزهور. عديني سور وحدتي وتوهاني وعمايا. اهلا اهلا، عودا حميدا يا طه يا اخوي. الله يبارك فيك يا اخوي. قال الدنيا مسه يعاني بالفرحة النهاردة، كل اللي جابلني يقول لي أخبار أخوك الدكتور طه مالي الجرايد. الصيت ولا الغنى؟ الغنى جاي في الطريق إن شاء الله. لما أقول لي يا طه أخوي، النظارة الرخيصة اللي أنت لابسها دي يا راجل دي بتاعت نص فرانك. أهي بتؤدي الغرض. لا يا طه، لا يا أخوي، النهارده معرض تقابل الكبراء والعظماء. أنا جبت لك معايا نظارة ذهبية. لا داعي يا شيخ أحمد. البس بس، البس يا راجل، البس. يا سلام يا سلام، أهو أنت دلوقتي الدكتور طه بحق وحقك. يا ريتك اهديتها لي من زمان، ولو ان افضالك دايما عليا. وصل، اتفضل يا دكتور.
انا معك انا معك اتفضل. كنا بنقرا قصيدتك في شكوى الزمان. الحمد لله على انني قد صرت من دهري الى شر حال. لا املك القوت ولا ابتغي ما فاتني منه بذل السؤال. ايه الكلام ده؟ امال فين الصبر والاحتمال؟ عيل صبري بعد كل هذا الشقاء والعناء في الدرس والتحصيل ما زلت عاطلا لا اكسب ثمن رغيف العيش. ولو شكوى الزمان دي مش عجباني، واذا كنت بتشكو الزمان للزمان فنقبك على شونه. قصدك ايه؟ قصدي ان الزمان اصم لا يسمع، غبي وغافل عن اهله لا يسال عنه. واذا كنت بتشكو الزمان للناس فنقبك برضو على شونه، لان الناس دلوقتي يا دكتور طه مش فاضيله، كل واحد مشغول بنفسه. الناس يا دكتور بين رجلين، واحد يعطف عليك ولكنه عاجز عن معاونتك، وواحد قادر على معاونتك ولكنه لا يهتم بك. يا جماعه انا لا اشكو الزمان للزمان، ولا اشكو الزمان للناس، ولا انتظر من الزمان ولا من الناس شيئا. شكواي هي غناء نفسي الحزين، أنا أغني لنفسي لأسري عنها. صديقك أبو العلاء المعري طلع أجدع منك في الحتة دي بقى. له بيت شعر بيقول: هون عليك ولا تبالي بحادث ينجيك، فالأيام سائرة بنا. فالأيام سائرة بنا. يا ترى سائرة بنا على فين؟ يا ساتر يا ساتر على التشاؤم. جرايه يا دكتور طه، هو انت وبالعلاء مولودين من بطن واحده؟ الدرع عمي وصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. تاخرت عليكم شويه. تاخرت شويه؟ لا تاخرت كتير. هلاقي دهول لي مين غيرك في القهوه اغلبه في الطاوله. وانت يعني بتغلب بالوصول يا اخي؟ ده انت لص غير شريف بتغرس في الظهر. الحقيقة ان لطيف مجروس بن سلطان من ايام فرنسا كان دائما يفرق بينه وبين صاحباته ويخطفهن منه. اهو اهو شاهد لا يكذب على قلة الاصل. بقول يا دكتور طه، كنت عاوزك في كلمتين على انفراد. عن ابنكم يا جماعة. الله 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 الله، جرايه يا دكتور طه، انت لحقت تقعد؟ نلتقي بكرة. لقيه لقاله مأتم يقرأ فيه. يا درعامي مش هيعتقك عن العمولة يا دكتور، حرص منه. الأمانة هي أخيرا خطاب من سوزان. بعد ما حفيت رجلي وأنا رايح جاي على شباك البريد، لدرجة ان موظف البريد افتكر ان اهلي اتأخروا عليا في مصروف الشهر وعرض يساعدني بقرشين وكنت حقبلهم. الله 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 الله. اقرأ يا لطيف، أنت منذ اليوم كاتب أسراري يا درعمي. أقرأ؟ كانوا في القهوة فاكرين إنك أنت اللي هتقرأ في مأتم. لكن ظهر بعضه علينا في الشاي علشان نسلك صوتنا. الشاي إدريس حاضر. وتوجد أيضا فطائر طازجة وصلت توا من البلد. بقولك إيه، كنت قلت لي إن الست الوالدة مشهورة بالحمام المحشو بالفريك. ده بعدين لما تكتب لي الرابط. اقرا يا لطيف. اسمع يا سيدي. اكتب اليك لكي اطمئن على احوالك. قد ازعجني ما كنت عليه من يأس حين رحلت عنا، مع انني عرفتك صابرا تحتمل نائبات الدهر في شجاعة وجلد.
إنني أشعر في أعماق نفسي أن الأقدار لن تتخلى عنك، وأنك سوف تحقق كل ما تصبو إليه نفسك من آمال، فلا تدع اليأس يفسد عليك حياتك. إنني ما زلت في مونبلييه، وقد أخذ الألمان يتقهقرون عن باريس، ومن يدري فقد تعود إليها في وقت قريب. أرسل إليك الزهرة التي تحبها، قلت لك إننا سنلتقي في مصر، وها هي ذي الرسائل تحقق لنا هذا. وكنت حزينا لأنك ستحرم الزهرة التي كان يطيب لك شذاها، ونحن نقرأ معا روائع الأدب الفرنسي، وها أنت تجدها بين يديك. وعدي يا وعدي، بقى سيادتك كنت متوغل في العواطف بالشكل ده؟ يا ساهي يا مايا من تحت تبني. عواطف ايه بس يا لطيف، دي مشاعر نبيلة. اقرأ من الاول يا صاحبي. اقرأ، ما تتعبش قلبك، فقلبك انت تعبان يا اخوي. انا لازم استوعب كل كلمة عشان اعرف اكتب الرد. معك ورقة وقلم؟ احنا لسه هنكتب تاني. هل تحسبني أستطيع النوم قبل أن أكتب الرد؟ سعيد جدا بانتهاء أزمة الجامعة وقرار عودتكم إلى فرنسا لاستئناف دراستكم، وأحب أقول لكم الفضل في هذا يرجع إلى عظمة مولانا السلطان حسين حفظه الله. وإمتى السفر يا سعادة الباشا؟ بعد ما تتشرفوا بمقابلة عظمة السلطان، هو طالب يشوفكم قبل ما تسافروا، والمرة دي السفر على باريس علشان هتدرسوا في السوربون. وإمتى يا باشا هنقابل عظمة السلطان؟ بعد بكرة إن شاء الله قبل الظهر، تجوني هنا الساعة 10 صباحا علشان أصحابكم إلى سراية عبدين. ودلوقتي أنا مضطر أسيبكم لأن عندي ميعاد مهم، بس ما تخرجوش من هنا قبل ما تشربوا القهوة. سلام عليكم. سلام. ربنا يخليك يا سعادة الباشا. ربنا يخليك. مبروك يا أستاذ، مبروك يا دكتور طه. الواحد يقول ايه، كان ممكن تتجنب المشقة ولا تعود الى مصر. ازاي؟ كان الباشا عرض انه يدفع من جيبه الخصوصي نصف مصروفات البعثة على ان تتكفل الاسرة بالباقي، لكن اخوك اعتذر بضيق ذات اليد. يمكن أخي في ضيق فعلا. نحن مسرور منكم كتير لاهتمامكم بالعلم، وإن شاء الله ترفعوا رأسنا في فرنسا. إن شاء الله نحقق الآمال ونكون عند حسن ظن عظمة السلطان. نحن نحب العلم ورجال، ونريد مصر تكون زي أوروبا بفضل العلم. ثقوا يا عظمة السلطان أن تشجيعكم أجعلنا نصنع المستحيل ونحقق المعجزات. نحن مبسوط منك كتير. من غير نظر تنجح في امتحانات، انت عقلك دفتر. أشكرك يا أفندينا. مين أول واحد رفع شأن التعليم في مصر؟ أنا أقول لك، جنة مكان مرحوم إسماعيل باشا. جنة مكان؟ جنة مكان؟ مولانا عظمة السلطان أمر لكل واحد منكم بـ50 جنيه مكافأة. شكراً لعظمة مولانا السلطان. استريحوا.
متشكرين يا فندم. تسمح لي يا باشا بكلمة في مكتبي؟ اتفضل. يا سلام، 50 جنيه حتة واحدة؟ اتغنينا يا اولاد. مبسوطة يا دكتور طه؟ اهي فوري جت. انا من رأيي يا جماعة نتبرع بالمبلغ ده للجامعة، انتوا عارفين انها خارجة من ازمة. والله حركة مش بطالة يا طه، على الأقل عشان يتكسفوا على دمهم وما يرجعوكش من فرنسا تاني. يعني هو المبلغ ده هو اللي هيفك أزمة الجامعة؟ تسمح لنا بكلمة يا باشا؟ احنا قررنا ان احنا نتبرع بالمبالغ دي هدية مننا للجامعة وفاء لها واعترافا بفضلها. بلاش كلام فارغ، خدوا الفلوس بتاعتكم هتساعدكم في السفر. طه، في الواقع يا باشا، طه لما تتخرجوا وتشتغلوا في الجامعة هنا من اول مرتب وبتبرعوا زي ما انتوا عايزين. اخوك حامد بعت لك جواب بيبارك لك و بيقول لك انه مش هيلحق يودعك. كتر خيرك وخيره. على فكرة طه يا اخوي، بخصوص منحة افندينا، يعني انت عايز ال50 جنيه كلهم؟ تعمل ايه بالفلوس الرئيس؟ وبعدين يعني مهيتك منتظراك هناك وحامد مش معاك، يعني ما هي حكر فيك وزيادة. برضو رأي. مالك مكتئب كده ليه؟ كل امنياتك اتحققت، انا كنت منتظر اشوفك غير كده. جزاك الله عني خيرا، علمت ما اقترحته على اخي من عون لكي ابقى في فرنسا، كنت احن علي منه. احنا كلنا اهلك يا طه، وارجو انك تصفح عن مآسي الماضي. وعلى فكره لطيف وسلطان ما كانش عندهم شغل في فرنسا، انما لما عرفوا انك مسافر ما حبوش يسيبوك لوحدك وهيرافقوك في السفر. لازم تعرف يا طه ان الحياه فيها خير وفيها حب وفيها كل حاجه كويسه. تشكر العلو باشا. ثلاثة شهور كانت أتعس ما مر بي في حياتي لولا خطاباتك التي كانت تخفف عني وتشجعني. استلمت الجوابات اللي بعتها لك على مكتب بريد نابولي؟ طبعا، هذا أول شيء فعلته عندما وصلنا إلى نابولي، وفرحت كثيرا لأنك اخترت لي البنسيون الذي تنزلين فيه. أرجو أن الأوضة تكون مريحة. يكفي أنك أنت التي اخترتها. أمال فين حامد أخوك؟ حامد بقي في مصر، هذا أريح له وأريح لي. أمال حتعيش إزاي هنا لوحدك؟ ومين حيوديك كل يوم السربون ويقرأ لك دروسك؟ قالوا لي هناك زميل مصري في السربون يمكنه مساعدتي، أو على الأقل يساعدني في البحث عن شخص بالأجر. أنا أعرف سيدة كريمة ممكن تقوم بالعمل ده، وممكن تاخد 50 فرنك في الشهر. عظيم، هذه الحجرة بالأكل والشرب والخدمة بمئتي فرنك، يتبقى من مرتب البعثة 50 فرنكا.
وانا هرتب معاك مواعيد قرايه الادب الفرنسي، وجودي قريبه منك هيساعدك كتير في دراستك. مهما حاولت ان اشكرك فكلامي سيكون سخيفا بلا معنى. بلاش احسن، ودلوقتي قوم معايا عشان تتغدى، انت ضيف النهارده احتفالا بعودتك. ارجوك، انا معتاد ان اكل في حجرتي وحدي. لازم تغير كتير من عاداتك وتواجه ظروفك بشجاعة أكتر عشان الحياة تمشي. بلاش الحرج والحساسية، وبالتدريج هتبص تلاقي كل حاجة بقت سهلة. أنا شاكر فضلك، لكن ما تخافش أنا دايما هكون جنبك. أعرابي جاء إلى الأهالي. أيوة أعرابي معه ضب لا يتكلم. أعرابي يا رب. وعليكم البونجور ورحمة الله وبركاته. بتعملوا إيه؟ غنوة في الكلور من مصر. تحت حضرتك يا سوزان، هل أنت غني معانا عشان تتعلمي عربي؟ دكتور طه لسه ما جاش؟ لا لسه ما جاش من الجامعة، الظاهر إنه هيسكن هناك. لما يرجع اديله خبر إني جبت له الكتب اللي طالبها. تحت أمرك. ميرسي. لا مع السلامة. يلا انتوا معايا، يلا عالدمة. كتب يا عالم يا هو، الدكتور طه بيحبها وهي بتحبه، لزومها ايه الكتب؟ ايش جاب الحب والحنية للكتب الجافة المنشية؟ فرنسوا انت مشروع فيلوزوف، نرجو الا تتسرع. زياد انت تكتب بطريقه خالف تعرف سي كومبري بلوز او موان، عرفنا انك طبل اقوف. كريستيان بيان، كريستيان أفكار تستحق المناقشة، سنفقد لها وقتا خاصا prochainement قريبا الأسبوع القادم. تها أوه مون فيو تها، avec tous mes regrets بحثك لا يستحق أي تعليق. أم سوزان التي يفسد علي التفكير فيها كل علم ويعلو صوتها في سمعي على كل صوت وتشغل بالي في اليقظة والنوم؟ أوه تري بون مسيو طه، كويس إن أنا لقيت مين؟ معذرة الصوت ده مش متذكره. لا لا الصوت ده انت ما تعرفوش خالص، انا محمد صبري السربوني. وي محمد صبري السربوني، زميلك المصري الطالب المزمن في السربون. انا كنت ناوي ادور عليك لاني سمعت عنك الكثير. بالخير طبعا. مش مهم بالخير وبالشر، المهم ان انا لقيتك. أنا ياما قريت لك وياما سمعت عنك. بالخير طبعا. سوزان سأبدأ من جديد، سأتعلم الفرنسية كما ينبغي. وأنا متأكدة إنك مادام قررت كده يبقى هتتعلمها أحسن مما ينبغي، وهتتكلمها أحسن من الأستاذ اللي جرحتك كلمته. عربي جاء إلى الهادي
معروضه لا يتكلم يا ربي صلي على النبي. وعليكم البنجور ورحمه الله وبركاته. بنجور سوزان هانم. اهلا اهلا. انت برضه لسه بنفس الغلوه في الكلوريه دي؟ ورانا ايه؟ ثم ما هو جزء من مهمتنا هنا نشر اللغه العربيه وتعريب الفارسيات الفاتنات. دكتور طه لسه في الجامعة؟ لسه. خلي الجامعة تنفعه بقى. طب من فضلك لما يرجع اديله الكتب. تحت امرك. ميرسي قوي. انا طالعه اوضتي بقى احسن، تعبانه شويه. اتفضل. على اذنكم. اتفضل. ايه حكايتها الست دي؟ كل ما تيجي معاها كتب 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 كتب. مش عارف. يا ربي صلي على الهادي. ايه الحكايه؟ ايه دي؟ كتب التاريخ والجغرافيا والفلسفه المقرره على ثانوي. انا عارف. طه طه. اهلا اهلا يا طه. اهلا يا دكتور طه. اهلا اهلا. بونجور مسيو. بكره الساعه 10 صباحا. ريفوار. ايه الاخبار يا لطيف؟ الظاهر هرجعوك ثانوي. الانسه سوزان جابت لك الكتب دي. صحيح. كتر خيرها. قول لي يا طه، ايه الحكايه؟ جايبها لك كتب ثانوي ليه؟ بكره كمان هتجيب لك كتب ابتدائي. احنا بنتقدم ولا بنتاخر؟ انا شعرت اثناء استماعي لبعض محاضرات الجامعه اني مش مهيئ كفايه لفهمها واستيعابها، لاني لم ادرس المعلومات المتصله بها، فقررت ان اذاكر دروس ثانوي التي فاتتني. يعني ايه تبقى طالب ثانوي في البيت وطالب جامعي في السربون ومفيش وقت للفرفشه؟ يا اخي يا اخي، ساعة لقلبك وساعة لربك. بقول يا طه، ما تخلي سوزان تقرا لك روايات غرامية. بلاش الكلام ده يا سلطان. سيبه. طول عمره هيفضل قفل. يدرس ثانوي قال. يا أخي، خليها تقدم لك في الحضانة بتاعت الحب. أنا أمنعك. أرجوك يا سلطان ما تتكلمش عن سوزان بهذه الطريقة. أيوة تحشم. دي المنطقة المحرمة الممنوع الاقتراب منها. لي أيام وأنا لا أفقه شيئاً مما تقرأه لي هذه السيدة، فإن سوزان مريضة في حجرة غير بعيدة، وأنا مهموم لمرضها، محروم من صحبتها، محجم عن زيارتها، أشفق إذا زرتها أن تتناولني الألسنة، أن يقول لطيف ما باله، أولا يصبر حتى تشفى. بكرة الساعة 10 صباحا. أخاف أن يفضحني جفوي وأن ينبئ اضطرابي عما يختلج به القلب وتخفيه الجوانح. كفاية النهاردة يا مدام، عندي محاضرة الساعة 8 صباحا، لا تتأخري. تمشيت يا مدام؟ القلب مخطوف خوف اللي تشوف، يا دي البداهة اللي بلا نهاية، خايف أخطف بير غطاه مكشوف، أضيع تضيع أحلامي وياي. انتري. بونسوار سوزان. طه انتظر يا طه. لا تتعبي نفسك. تعال يا طه، اقعد يا طه.
كيف حالك الآن؟ أحسن، ما شفتكش من يوم ما عييت. في الشرق نستحي أن ندخل مخادع النساء. افتقدتك كثيرا يا سوزان. في الشرق لكم عادات جميلة. أنا أسفة إن المرض منعني من القراية ليك. أتعرفين أن مرضك وانقطاعك عني وضعني وجها لوجه أمام حقيقة كنت أنكرها على نفسي؟ أنا أحبك يا سوزان.